الخميس الموافق للثامن عشر من شهر يوليو لعام 2019. فأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في برنامج صحافتكم الذي يستعرض لكم نبض الصحافة المحلية لمملكة البحرين. على الله توكلنا، ونبدأ مع صحيفة البلاد والتي استهلت في أولى صفحاتها: السعودية عمق استراتيجي للأمن والاستقرار، سمو رئيس الوزراء لن ننسى وقفات الشقيقة في شتى الظروف، 56 دولة تبحث في مملكة البحرين الأمن البحري. إلى صحيفة الأيام والتي عنونت: في تقرير موثق وحافل بالمعلومات والشهادات الحية بأصوات أصحابها، تلفزيون مملكة البحرين يكشف أكاذيب الجزيرة، تسجيلات ما خفي أعظم لمجموعة أقرت أنها أعدتها كورقة ضغط وسربت بمقابل مادي. ومن على صدر صحيفة الوطن نطالع: نسف افتراءات الجزيرة القطرية، شهادة حية لصالح والبلوشي تفضح أكاذيب القناة. بن هندي: منع التأجير في بعض مناطق المحرق غريبا. الصحة: خطة لتخفيض الملح في الأجبان بنسبة 30%. أما صحيفة أخبار الخليج فقد أبرزت: إجراء أكثر من 10,000 جراحة بالسلمانية، إصدار 7,400 سجل تجاري خلال 6 أشهر، مكي لا منع للسجلات بحجة التشبع. بيّنت الصحف المحلية أن تلفزيون مملكة البحرين كشف في تقرير موثق وحافل بالمعلومات والشهادات الحية بأصوات أصحابها الذين بادروا بالحديث لتلفزيون البحرين عن الحجم الهائل من الأكاذيب والافتراءات والمعلومات المغلوطة التي احتواها البرنامج التلفزيوني المغرض الذي أذاعته قناة الجزيرة القطرية. هذا وأكد محمد صالح في شهادته أنه لم يتواصل أساساً مع قناة الجزيرة أو يصرح لها، وحتى المادة التي سجلت أصلاً لم يكن القصد منها أن تصل لقناة الجزيرة، موضحاً إلى أنه بالنسبة لمكان التسجيل فقد تم في البحرين في عام 2011. كما بيّنت صحيفة الوطن في إحدى صفحاتها أن جمال البلوشي شقيق المدعو هشام البلوشي أكد على أن المقاطع التي نشرتها قناة الجزيرة لشقيقه هشام ومحمد صالح قد تم التلاعب بها وعرضها بشكل متقطع سعياً للوصول إلى أهداف خاصة وتشويه سمعة مملكة البحرين. وبقلم اللواء الركن المهندس الدكتور بندر بن عبد الله بن تركي آل سعود، نقرأ من صحيفة أخبار الخليج مقالا بعنوان: تمخض الجبل فولد فأرا، قناة الفتنة نموذجا. فإلى تفاصيل هذا المقال: بعد أن بح صوتها وأنفقت مئات ملايين الدولارات إن لم يكن مليارات، ومع هذا نفدت كل حيالها وتقطعت بها السبل وخاب سعيها في دق إسفين الفتنة بين قيادة بلاد الحرمين الشريفين الرشيدة وبين شعبها الوفي النبيل الواعي من جهة، وبين الدولة السعودية وبين بقية دول العالم لا سيما الدول الإسلامية والعربية والغربية من جهة أخرى. تأبط صاحب برنامج ما خفي أعظم حقيبة الفتنة واتجه صوب مملكة البحرين علّه ينجح هذه المرة في إشباع طموح رؤسائه في غرس الخنجر المسموم في صدر الأمة من خلال إذكاء نار الفتنة الطائفية ودق إسفين الخلاف والشقاق بين بلاد الحرمين الشريفين وبين مملكة البحرين، فبث سمه عبر حلقة جديدة ضمن حلقات التآمر على الأمة من برنامجه ما خفي أعظم.
صحيح كتبت كثيرا مفندا أكاذيب مثل هذه البرامج الوثائقية وادعاءاتها بالحجة الدامغة والبرهان القاطع والمنطق السليم الواضح بعيدا عن التحليلات السياسية والعواطف، لأنني أكتفي اليوم بسؤال أوجهه للقائمين على إذكاء نار الفتنة خلف تلك البرامج الخبيثة. ما هي الفائدة التي تنشدونها من أعمالكم الشريرة تلك؟ يكفي ما لحق بالأمة من ضرر نتيجة تآمر قناة الفتنة وخبثها وخدمتها لأجندة تعمل ليل نهار بكل ما أوتيت من قدرة وسعة حيلة لتعطيل مسيرتنا القاصدة لخدمة شعوبنا ورسالتنا في الحياة. هذا وكتب السيد زهر مقالا في صحيفة أخبار الخليج بعنوان ماذا تفعل قطر في مجلس التعاون الخليجي، وقال الكاتب في هذا المقال إن قطر ذهبت إلى حد بعيد جدا في نواياها ومخططاتها العدائية تجاه البحرين وفي الدور التخريبي الذي تلعبه في المنطقة وفي دعم القوى والجماعات الإرهابية وفي محاولات إثارة الفتن والفوضى وتغويض الأمن والاستقرار في العديد من الدول العربية. الأمر أصبح يستدعي وقفة مراجعة جادة من جانب دول مجلس التعاون الخليجي تجاه نظام قطر. هذا ونشرت صحيفة أخبار الخليج مقالا لعبد المنعم إبراهيم بعنوان التجنيس السياسي القطري وعقد النقص سيكولوجيا، فإلى هذا المقال. معظم الذين استعانت بهم قناة قطر الجزيرة لتشويه سمعة البحرين هم عناصر وفرت لهم قطر الجنسية القطرية. طبعا هناك أشخاص سواء كانوا مواطنين سابقين في البحرين أو مرتزقة عرب مقيمين في قطر أو خارجها، لا يهمهم أبدا أن يقوموا بهذا الدور الخبيث ضد البحرين، لأنهم مستعدون للقيام بهذا الدور مقابل المال القطري. المال القطري المدنس بالدم لم يعد محصورا فيما تقوم به قناة الجزيرة ضد البحرين فقط، هذا المال الذي ينفق ببذخ لدعم الإرهاب ضد البحرين وبقية الدول العربية، بل وصل السخاء القطري إلى جماعات نازية متطرفة في إيطاليا بعد ضبط صاروخ قطري وأسلحة أثناء مداهمة الشرطة الإيطالية مؤخرا لأحد أوكار الجماعة النازية هناك. يمكن باختصار تفسير السلوك القطري المعادي للآخرين سيكولوجيا بعقدة النقص، فهو نظام سياسي يشعر بأنه أقل من جيرانه ويريد أن يشعر بأنه ندا لهم ومصارع ومنافس في الجلسة. هذا وأكدت جمعية الصحفيين البحرينية أن التقرير الذي بثه تلفزيون البحرين مساء يوم الأربعاء قد فضح الأكاذيب والإدعاءات الفارقة التي وردت في برنامج قناة الجزيرة وما خفي أعظم، لافتة إلى أن كل الوقائع والأدلة الصوتية وإفادات الأشخاص قد أكدت على النهج العدائي الذي تمارسه هذه القناة، كما يفضح كذب شعارها الرأي والرأي الآخر والحقيقي هو الرأي الواحد، رأي الفتنة والتضليل وممارسة الزور. صحيفة الأيام نشرت مقالا بعنوان عدوان. إن البرنامج الذي قامت بعرضه قناة الجزيرة القطرية تحت عنوان ما خفي أعظم ليس عملا سياديا قطريا حتى نقول إننا لا شأن لنا به، لكنه يمثل عدوانا على البحرين بكل معنى الكلمة. هذا العدوان الصارخ الذي يتحمل مسؤوليته أولا وأخيرا أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني باعتباره رأس السلطة في هذه الدولة. إن قناة الجزيرة ليست نبتة شيطانية عشوائية
فهي قناة تلفزيونية قطرية رسمية تبث وتدار من على الأراضي القطرية وبأموال من الدولة القطرية، يعمل بها موظفون قطريون إلى جانب المرتزقة الذين جندتهم قطر. إن الجميع أيقن أن البرنامج الذي عرضته القناة عن البحرين يفتقد إلى المصداقية والمهنية والحرفية، وفي مجمله تلفيق وأكاذيب، لكن هذا لا ينفي عن البرنامج بأنه يمثل عدوانا رسميا قطريا على البحرين. وبقلم صلاح الجودر نقرأ مقالا في صحيفة الأيام بعنوان حصان طروادة القطري، قناة الجزيرة تخفي ما هو أعظم. وقال الكاتب في هذا المقال إن بعد كل هذه الشهادات والإفادات المزورة والتي فبركتها قناة الجزيرة، اعتقدت القناة بأنها بمثل هذا البرنامج ستضرب النسيج الاجتماعي في مملكة البحرين، والحقيقة أن الناس جميعهم مع القيادة السياسية وأيضا مع أمن واستقرار وطنهم، وأنهم اليوم أكثر تماسكا ووحدة أمام التدخلات السافرة في شؤونهم. كما نشرت صحيفة البلاد مقالا للكاتب عبد علي الغسرى بعنوان الجزيرة والسقوط في أحضان الإخوان والنظام الإيراني، إليكم أبرز ما جاء في هذا المقال. يوما بعد آخر تثبت قناة الجزيرة القطرية وجهها الإعلامي المزيف، فنهجها يخالف مبادئ الإعلام وشرفه، حيث تقوم بسرد أقاويل يتخيلها كتاب ومحرر هذه القناة بهدف الإساءة إلى البحرين وقيادتها وشعبها والكثير من الأقطار العربية. فهي قناة فقدت البصيرة لعدم تفريقها بين الحقيقة والهزل، ولتحقيق مبدأ زيادة الانتشار لا تتورع عن ترويج الأكاذيب وتزييف الحقائق. ما تريده قناة الجزيرة هو الفتنة بين الدول والشعوب، وهي السياسة التي نشأت ودرجت عليها هذه القناة بعد أن أصبحت بوقا إعلاميا خاليا من الصدق والحقيقة ومنبرا للتضليل وما خفي من ذلك أعظم. إن استهداف مملكة البحرين وقيادتها وشعبها من قبل قناة الجزيرة لم يزد الشعب إلا تمسكا بقيادته ووطنيته وانتمائه للخليج العربي، وما صدر عن الجزيرة نتاج إفلاس إعلامي وما تقدمه معاول للهدم وأداة للفتنة، لم تسلم دولة من أذاها وشرها باستثناء قطر. وأخيراً وليس آخراً، نشرت صحيفة الوطن مقالاً للكاتبة فاطمة الصديقي بعنوان الإرهابيون وقانون حق اللجوء في دولة قطر، إليكم تفاصيل هذا المقال. حتى يتم تعديل وضع الإرهابيين والمتطرفين والخارجين عن القانون على أرض قطر، أقر مجلس الوزراء القطري منذ مدة قانوناً أصدره أمير قطر بمنح حق اللجوء السياسي لكل من يريد اللجوء في قطر، وهذا القانون وفر للنظام القطري الكثير. أولا، تحرك براحة تامة مع الإرهابيين والمتطرفين من جميع الدول في قطر تحت مسمى قانون وحماية اللاجئين السياسيين. وثانيا، من أجل تلميع صورة الذهنية عن قطر خاصة بعد أزمتها السياسية مع دول المنطقة، وبحسب تقرير منظمة Human Rights Watch عن قانون اللجوء السياسي في قطر، اعتبرته لا يفي بواجبات قطر الدولية، لا سيما بخصوص قيودها على حرية التعبير والحركة، ولا يتوافق تماما مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. وإلى فن الكاريكاتير.
بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. تمنياتي لكم بإجازة نهاية أسبوع سعيدة وموفقة، وإلى اللقاء.